السلام عليكم ورحمة الله. أزر في اللون، إن لله وإنا إليه راجعون. رحل عنا أمس مسعود نجاحي، أحد أقطاب الثقافة الجزائرية وبالتحديد الثقافة الأمازيغية. رحل عنا وهو مازال في ذروة العطاء، عن عمر يناهز 67 سنة. هذا الرجل اللي ولد في إغزر رملال بمشونش في قلب الأوراس، متعدد التخصصات، ملحن، مغني، تشرب بهذه الكثرة، وكاتب، باحث في الأنثروبولوجيا، باحث في علم الاجتماع. يعني هو في حد ذاته قاموس وانسيكلوبيديا، سينونسيكلوبيدي مسعود النجاحي، اللي يقعد معاه ما يشبعوش، واكيد انه لما يغادروا راح يخدم معاه واحد يعني الكميه هائله من الثقافه ومن العلوم ومن العلم. يعني راح يتعلم منه، كل ما تقعد معاه راح تتعلم من مسعود النجاحي. راجل عاش متواضع بزاف، عاش متواضع وعاش حياته كلها في خدمة الثقافة. مسعود النجاحي عرفته عن قرب وتعلمت منه الكثير، وحصل لي شرف أني جريت معاه حديثين في قناة أمل تي في. واحدة استدعيته باش تكلمنا على التجربة ديالو والنضال ديالو من أجل الثقافة الأمازيغية، وواحدة كنا عملنا لقاء باش حكينا على يناير، وخاصة يناير في منطقة الأوراس عند الشاوية. داير بهذه المناسبة نبث هذا الحوارين. نبدأ بالحوار الأول اللي جريته معاه في مطلع جانفي 2019، ومن بعد كان الحوار الثاني اللي جريته معاه بمناسبة يناير. نخليكم مع الحوار هذا، نعود نبثه تخليدا لروح الفقيد، ونخليه باش الناس تعرف على شكون مسعود النجاحي. نذكر كذلك أن مسعود النجاحي هو زوج وملحن وصاحب كلمات أيقونة الأغنية الشاوية دهية، دهية اللي ربي يطول في عمرها، وكانت واحد الوقت كانت مريضة تعبانة وهو كان قايم بها ويجري. دونك تعازينا، دابور نعزي نفوسنا احنا كجزائريين في فقدان هذه القمة، القامة الثقافية، وتعازينا لأيقونة الأغنية الشاوية دهية. نخليكم مع الحوار اللي جريتوا معاه. السلام عليكم ورحمة الله. أتشرف اليوم بحضور أحد أيقونات الثقافة الجزائرية. إنه فنان، رسام، فنان تشكيلي، كاتب، مؤرخ، انسيكلوبيديا، يعني يتم على الكلمة انسيكلوبيديا. وللأسف هذه الشخصية غير معروفة في الجزائر ولم تأخذ حقها يعني كما ينبغي. إذا ذكرت اسم مسعود نجاحي الكثير من الجزائريين لا يعرفونه، ولكن في الأوراس، أبناء الأوراس الشاوية يعرفون من هو مسعود النجاحي.
الجميع يعرف أنه موسيقار كاتب أغاني وملحن، وهو صاحب الأغاني الشهيرة لأيقونة الأغنية الشعبية دهية. ولكن الشيء اللي ما يعرفوش عليه حتى الشعبية في الأوراس أن مسعود نجاحي هو مؤرخ، هو كاتب، هو فنان تشكيلي، يعني كما يقولوا كل صباع بصنعة، 36 متير 36 ميزار عند مسعود نجاحي. وصح 36 ميزار لأنه كل ما أنجزه ما جاب له والو، يعني يبقى هذاك الشخص البسيط المواطن اللي عايش على قدر حاله. سمعت اليوم نستدعي، يعني انا قلت لكم يشرفني حضور مسعود نجاحي معنا. مسعود نجاحي من مواليد منطقة دوروش بالأوراس، عائلته طبعا ككل عائلات الأوراسية اضطهدت اثناء الاستعمار نظرا لمشاركتها، مش ممكن انك تعيش في مشونش وما تكونش يعني من الاوائل اللي اعطاوا لقاو صدرهم البارود. سمعت وواجهوا الاستعمار، لان المنطقه كان دائما في مواجهه الغزاة والمستعمرين. عائلته طردت اثناء الاستعمار من مكانها، يعني منطقتها، لانه عملوها منطقة محرمة، ونزلوا الباتنا، سكنوا في مدينة باتنا. الوالد ما كفاهمش انهم ينفيوه من مشونش ومن باتنا ومن الجزائر، انما انفاوه الكيان، كيان كما كان يقولوا بكري، يقول لك انفاوه الكيان يعني راح بعيد خلاص. تاريخ مسعود نجاحي سنستعرضه أثناء الحوار اللي راح نجريوه معاه، وحوار اللي باش يمس عدة نقاط في حياة مسعود نجاحي. مسعود أهلا وسهلا بك، احنا سعيدين جدا بحضورك، لأنه أنت تعتبر من القمم، من القامات الثقافة الجزائرية الأصيلة. بزاف عليا. لا هذا هو، هذا هو واقع، احنا ما نزيدوش من عندنا. ولكن لما نقولوا انه مسعود نجاحي اخرج الاغنيه الشعبيه، الموسيقى الشعبيه، النغمه الشعبيه، ده حتى الهند والمكسيك وما اخرى عن كش ما كان واحد دار هكذا. اي معليش، ولكن ظهر برك زهر زهر مشات للهند، مشات النغمة الشعبية دوردو صات للهند. كيفاش تم هذه، يعني كيفاش حتى خرجت النغمة الشعبية إلى العالمية؟ والله ما عرفش، أنا درتها كان الوقت هذا كان نستعملوا الماي سبيس ماشي الفيسبوك. الوقت هذا كان ماي سبيس فيه فنانين بزاف، وعرضوا عليا باش فنانين اتصلوا بيا قالوا لي عندك اغاني بغيناها. قلت لهم ما فيهاش مشكل، هزوا خلاص. قلت لهم بس شرط واحد، تخليوا العنوان تاعها يبقى بالشعبيه، هذا ما نطلب منكم. اذا مام يغنيهم باللغه اخرى، العنوان تاعها يبقى ديما غرس المال، تبقى غرس المال. يعني غرس المال، غرس المركب بالكندو ما يحلى. هي اغاني شهيره تاع دهيا، هذه خرجت في الثمانينيات، 81 81 وطبعا لي سوكسي تاع دهيا كلهم انت كنت وراهم، ودهيا ما تغني الا لمسعود نجاحي. صح، هذا ثاني زهر. بلاش زهر انك التقيت دهيا وتزوجت معاها، ولكن هناك موهبه كاينه. صح، كاينه موهبه، وبعد الموهبه تسقل، فيها خدمه، فيها عمل، انت خدمت. لانه كما نشوفوا مسعود نجاحي ماكش غير فنان، انت تكتب وتلحن وتغني ثاني. شويه غنيت شويه، يعني في الاول كنت نغني
في السبعينات في السبعينيات كنت نغني بصح من بعد ما الاغنيه ما تعجبنيش انا نحب الاغنيه نعطيها لواحد اصوات تمتع بها كي يسمعها في صوت ثاني ماشي في صوت انا كيما كثير من الناس ما يحبوش يسمعوا اصواتهم ايه وبراني صوتك جميل لما نسمعوا كثير يقولوا بصح لا 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 جو بريفير يغنيوا قبل ما تجي الاغنيه وتجي التاريخ يعني لعدة ميادين ثقافية وعلمية ثاني لأنك ثاني باحث أكاديمي مسعود الفترة تاع الشباب تاعك كانت تميزت بواحد الحماس وواحد السخانة فيك وكذا منا وأنك مثلا في الربيع الأمازيغي بالرغم أنه كان تقريبا كله في تيجي وزو في منطقة القبائل كنت جيت من منطقة الأوراس ومشيت والتحقت كيفاش؟ أنا قلت لك زهر برك لا كل شيء حاطه كل زهر يا أخي ربي عطنا الزهر تاعك الوقت هذاك كي كان في تيزي وزو في الثمانين كنت في العسكر أنا كنت ميليتار كنت ندير سيرفيس ناسيونال سيرفيس ميليتار كنت في باب الواد كنت حداهم ثم شفتهم ثم أمازيغ أمازيغ قلت كيفاش أنا ما ندخلش معهم وما خبش انك عسكري وتدخل تظاهر مع نقول لك الحق والله ما خممت لها بصح ندمت عليها من بعد من بعد هرسوني بيان بصح في الوقت هذاك لقيتهم في لا فاك سونترال في الجي في الجامعه المركزيه أيوة العاصمه مشيت معاهم من بعد مشينا درت معاهم في يسمو في بن عكنون درنا في بومرداس حتى نوصلنا لل في نفس الوقت تأدي في الخدمه الوطنيه ايوه في العسكر هذا يعني هذا شويه مهبيل واش فات الشجاعه اللي يعني ما سي با ماشي شجاعه سي لا تيميريتي ما نعرفش تيميريتي سي تيميرير مي سي با دو كوراج تغنت تغنت هذا هو يعني تغنت بيتم معنا على الاخر لقيت روحي في وادي عزي في تيزي وزو ومن هي يعني كان تقارب او تواصل تم تواصل ما بين الاوراس واللي كنت مثله انت اي صح في الربيع مش انا كانوا معايا بزاف اي كانوا بزاف ولكن من الاسماء البارزه اللي اليوم برز باش ذاك الوقت كنت مازال ماكش كيما راك الان هذا اكيد كان عندك 22 سنه في هكذاك بديت على كنت 18 مع الباك من ثم دخلناها في الجامعة الجامعة من الجامعة جاك الوعي هذا ب اون فات الوعي هذا ما جانيش من ثم جاني من باسكو مرة كنا في بيتنا كنا نهضروا بالشاوية كي كان في وقت لاسينيسمون هذاك اللي كانوا يديروه في وقت بومدين ومن بعد في وقت الشادلي داروا لاسينيسمون تاع البلاد كانوا يصفوا البلاد من الاوساخ من كل شيء ملا ينظفوا حاجه مليحه ما ترافيرسيش في الطريق انايا كنت نهضر مع بشوية مع واحد من غوفي بن زروال كنا نهضروا بشوية حكمونا لا بوليس داونا للكوميساريه بقينا ثم يومين احنا ثم قال لك هذه اللغه هذه احنا ننظفوا من البلاد ننظفوها من اللغه هذه داير شعباني الوردي هو اللي خرجنا من الكوميساريه تمسخير لا سينيسمو اللغه نتاعي ترجعها لي كيما الخماج ولا شيء لانه كانت في الوقت من الاوقات مضطهده يعني حنا خلينا نرجعوا للوقت تاع الغزو اللي كان سمي بالفتوحات الاسلاميه لما دخلوا يعني الجيوش العربيه الجزائر تمزغه كانت الجزائر موجوده وكان نوع على الامازيغ باش يتكلموا بلغتهم قدام الجيوش العربيه اللي دخلت. اي صح. هذا ونوجدوها الى يومنا هذا مثلا في منطقه الاوراس انه لما تمشي للدوار الناس تتكلم بالشاويه لما ينزلوا الفيلاج كما يقولوا يعطوا المدينه الصغيره يتكلموا بالعربيه. بالعربيه صح. مي هذه خاصه للرجال ماشي النساء. ايه لان الرجال هما اللي يهبطوا من الدوار باش يسوقوا من سابقين بشوية النساء بقاو يتكلموا شويه لانهم عايشين في الدوار باقيين عايشين في الديار مره كنت في تكوت كان فيها عرس ثم في النهار كامل كانوا رجال كانوا النساء يغنيوا
في النهار كامل نسمع غير الشاوية شاوية شاوية شاوية. في الليل دار طابور جو الرحابة جو العرس فيها الرجال ولات عربية. يعني هذا بلا ما حتم عليهم وحداني والو انكونسيام والو انكونسيام بصح هي عندها لانه رواسب رواسب تاريخية. يفو با اوبليي بلي في 1932 كان خرج انيدي ميليتير تاع فرنسا اللي غني بالشاوية عنده 1000 فرون داموند ضرب 1000 فرون وعنده نو عنده عام حبس و 5000 فرنك 5000 فرنك على اللي غني بالشاوية اللي غني صرات العيسى الجرموني ايوا جيت راح نكلمك اسمه على عيسى الجرموني على هذيك هو ثاني ما غناش بزاف بالشاوية ايوا لانه غنى اغنية ولا اثنين بالشاوية صبحت طاح فيه من بعد من بعد ولا مول العرس هو اللي يسلك يسلك الغرام ويمشي للحبس ويمشي للحبس والثاني ولا مول العرس الناس ما يغنوش بالشاوية فوالا اذا كل هذا مسعود خلاك ينمو فيك الوعي هذا بالاضطهاد تاع لغتك تاع ثقافتك بدا يتبلور لما دخلت الجامعه ثم بعد بديت تنشط كيفاش كانت بدايه النشاط لانه كانت صعبه ذاك صعبه صعبه كثير 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 صعبه بزاف وشي دخلت في واحد الكوميتي تاع لي زيتيديون هذوك جا هما شراو لنا الماتيريال وكل شيء على اساس باش نديروا موسيقى نورمال اما نورمال كي تغني بالعربيه والروميه موسيقى نورمال كنا نغنيو اونجلي نورمال كل شيء نورمال وكي تغني بالشاوية تولي انورمال انورمال ما عليه ومن بعد بدينا اول حفله درناها ثم درناها في الريستورون يونيفرسيتار جاو جماعة في قسنطينه في قسنطينه جاو جماعة عجبتهم ابداو من ثم واش غنيتو في هذيك؟ كنا نهرسو برك والله تهرس صح كنا عندنا واحد الانديكاتيف نبداو ديما به نتشي الواشو نوسد الساسي الوراسه ونغنى الكهينه ايوا اليوم ما نديرهاش انا بصح وشي حق ذاك ونجحنا بها ولينا غوبريزونتينا مثلنا قسنطينه في وهران وفي الجزائر ايوا غنينا في لاصال افريك ايوا وصابوطاونا صابوطاج تاع صح ديك وصلنا احنا سيغسان قصونا لاصونو عاد ما تمشيش هذا كان واش من سنه 77 78 لا لا 74 74 74 75 و بعد بدات تقدم بك الامور تعرضت للملاحقات البوليسيه شبعنا من هذيك بصراحه هذا كله بسبب انك قلت تغني بالشاويه لا بسبب اني قلت انا شاوي وكان واحد هرسني ضربني ضربني ضرب شبع ضرب فيا ويقول لي ويهضر معايا بالشاويه شوف ايه ويقول لي شكا يا شاوي استاذ عربه الليل زرع يعني اسمك راك تكون عربي بالصفه زراع ويقول هاي بالشاويه هاي صافي دير منا من تاعنا ايه يعني شوف سنوات من بعد يجي سليمان بن عيسى يقول انا جدي شاوي شاوي حار وحرش قاسي فنطازي مطعم بالبربوشه اللي تداوي مرقطه حمرا ومزوقه بالدين القرداش انا جدي نضم على الضباب ودمع الشمس يصبح بالسبوله ويقيل تحت الكرمه واذا شرب يشرب الماء من قاع البيت واذا تلا ياكل كسره الشعير واذا تمتع يتمتع بالبينه واذا تنهى تزراق القرنينه
جد جيبوش الغميدة طلع له زبل الراس وكشكش فمو أعصاته مكسوسة في شجرة السفرجل إذا صفرت في السماء ما تعرف أنت إذا ربي بلاه ولا بويك دعاه إذا حكمك للمسلان أنت اللي كنت تمطط واللي تحبو جدي إذا حط إيده على الحديد الطور يبرك بخص مليح وسلاحه في جنبه إذا كنت قبيح جدي إذا هدر يضحك وإذا سكت يبكي لكن جدي داروا فيه لما تندرش ما كان يهب دبزة ولا يزعل عراس لكن تحموا فيه من كل جهه جوا من كل البلاد وإذا سب المرنضاش وإذا سكت معطش الماينا وإذا ركح ما باعش بلاده جهد بنادم عنده حد يا خاوتي والقوة ما كانتش من جهته جدي داروا فيه لما تندرش وخلوني أنا نقول نهار جاوا الفريقيين قوا يخبش في الأرض قالوا له ورثوا في الفلوكة عشى جدي رامي بصح يضرب ضربة من ويتقبل فلوكة من هي يضرب ضربة من ويتقبل فلوكة من هي هو قريب يكوليها ودخلوا عليه الرومان قالوا له طلالو بربرني بس روح تحصد القمح العنب والكرطوس والسيزار وراح جدي يحصد العنب الكرطوس بالضمار حرق الصابة اكل الكرطوس وقالهم له كركم فحولة وروحوا وديوا العنب هذه بلاد ما صين يصلي بناها جيجر فاجبها وتكفر ناس ولي سلكها وقعد طايح اكثر من ناي وعشى جدي كمل في جروحه بالطين وراح تحت الكرمة يبكي على الوعد إن عالبول اللي ما يحبناش إن عالبول اللي ما يحبناش مليحة. وحنا ثاني في 74 75 وكل شيء عادوا جماعة سكيكدا كانوا يجوا معنا سكيكدا الصيف كله يقول لك حنا شوية مام سكيكدا فرانشمون تاع تبسها كان يعني من بكري يعني منطقة الشوية درنا جروب الوقت هذاك لسل شوية يعني اللي هدر شوية كوش أنا هو أما الباقي كان من عنابة من صطيف من واحد كان معنا من العلمة باسيست هايل كنا جروب كامل بصح وكل يقول لك حنا شاوية وانت باقي كنت تغني لانك انت الوحيد اللي كنت لا انا اللي كنت نفهم الشاوية وتفهم لا ماشي غير هذيك ولكن كي يجيك واحد من عنابة هو ستان بيانيست ويجي يقول لك انا يا نقصر معاك لخاطر تغني بالشاوية كان يقول لي نو الشاوية هذيك الوقت كانوا الناس يكرهونا لاش كنا في الجزائر كنت مع اختي رحنا عند واحد الناس نسم قالت لنا انتم منين قالت لاختي احنا من لوراس من باتنا قالت لها مالا انتم شاويه حشاك احنا اللي كنت حشاك شاويه حشاك سمعنا حتى يعني من الوزير الاول الوزير الاول قال مليحه 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 لا باش تطلب شويه كانت اكثر من هكذا كنت انا بالي كانت تعتبر شتيمه يقول لك يا اخي شاوي يعني يا اخي متخلف يعني نتلغ نتخلف ينعت بالشاوي هذا بعد مع الثمانينات الشاوية بدأت تاخذ مكانها وكان ظهر ظهرت فرقة في يوم البواقي تاع جمال صبري لي بربار حتى هي تعرضت للاضطهاد تعرضت للمضايقات وبالنسبه ليك انت كيش كنت تشوف بروز هذيك الفرقه تاع لي بربار انا عجبتني بزاف انا اقول واحد اظن اللي شجعهم رحت عندهم شفت داير اعطيتهم اغاني بزاف ليهم اعطيت الاثران اعطيتهم الاثران الفرقه من بواقي فرقه لي بربار كانت دخلت للبيوت تاع كل الجزائريين عبر التلفزيون وذاك الوقت التلفزيون تفتح لهم حتى وان كانت يعني على قناه وحده عبوليس ايه كانت قناه وحده ودخلوا باغنيه بشطوله ايه جو جو جمال صبري دخل بالاغنيه هذه وهي اللي خلت الاغنيه الشاويه تنتشر يعني بالذات بعد ظهور ديهيا وانت معاها ديهيا رانا غالطين في اللفت ديهيا في 72 72 ايوا حكينا من البدايه هي جات مره في الستينات اواخر الستينات هذو جات راحت جات الجزائر وكانت تهضر مع باباها بالشاويه ديهيا ما تعرفش العربيه ولا شيء حتى كلمه ما كانش تعرف الشاويه والفرنسيه هذا ما كان شويه لونجلي ولا لغات اخرى يعني العربيه ما تعرفهاش طول
دونك تهضر مع باباها واحد من الديوان ما عجبوش الحال ولا شي سبب لهم مشاكل لخاطر تهضر بالشاويه في المطار هذا؟ في المطار ايه يعني ديواني سبب لهم مشاكل لانها تتكلم بالشاويه ايوا دونك ما هي قالت باباها كيفاش علاش انا نهضر الهضره اللي تعلمتها لغه بلادي قالها هو باباها قالها وهنا كاينين اخرين عرب ما يحبوش يسمعوا لها مالا هي واش دارت كتبت لها ليبوك هذا كتبت اغنيه بالشاويه فوس الميليسا ودارتها وجات في باريس وسجلتها سجلتها 71 مي خرجت 72 من ثم هي كي خرج الديسك جابات وجات للجزائر ثم تلاقيتها جاتني الجامعه قالت لي هاو عطات لي الديسك تاعها وكلش حنا عجبنا الحال اسكت برك كان واحد مسكين بغى يكتب ان ارتيكل عليها في الوقت هذاك كيفاش الشاويه عندهم ديسك ما هضروش عليه وهو سان كرونيكور تاع سبور تاع الرياضه كان يخدم في النصر ما لا واش دار لقى لها الحيله كتب عليها ان ارتيكل بصح كتب ما كتبش عليها هي كتب ان ارتيكل على لي سبورتيف اللي يظهروا في الخارج باش البلاد نتاعهم تولي تهضر عليهم شويه حضر على مصطفى دحل المخلوفي قال لهم حتى في الفن
كاينه حتى في اللغه هاكم شوف واش داروا للدهي ابدا كتب لارتيكل كامل عليها سي فريمون مي شفت مالك الشاويه نتاعنا الوقت هذاك ما كانوا سخان هزوا تعرف نجري تونس هيك شراه كل لما تقارن الفتره هذيك باليوم الولايات الامازيغيه ما تعرف بها دستوريا الامازيغيه ما تعرف بها من ثوابت الشخصيه الوطنيه وحتى يناير ولا يوم رسمي يعني مدفوع الاجره سي كونجي سي دوني كونجي بيي يديروش بغاو انا ما تقولش بلي هذا ثمره نضال بدا من السبعينيات طيب من الناس اللي طبعا شارك في هذا النضال هذا يعني هي سيتين سويت لوجيك نورمال يعني نقول لك صح انا ما كناش نعولوا بلي نحضروا لها انا قلت ممكن 100 سنه ولا باش تصرى هذه صرات وحنا حيين شفناها ثمرت نضال ثمرت نضال يرتاح لها ماذا بيه بنادم يزيد ولكن تبقى انه اليوم من الوقت اللي كانت الشرطي يقول لك احنا لازم نطهروا البلاد من اللغه هذه ايوه ولا هذاك الشرطي يستفاد من يوم راحه تاع يناير كله هو بعد يقول لك انا شاوي هو بعد يقول لك واللي يضربك يقول لك انت راك عربي بالسيف عليك ماك شاوي اليوم بعدك شراه يفتخر كونه تعرف اول مره درنا مسرحيه تاع يغورطه في 69 كنت صغير هذاك الوقت هذاك كانوا قال لك لازم نديروا واحد واحد ما بغى يلعب دور بوكس بخوص قلت ما نديروا قال لك هيا دخلت معاهم في المسرحيه هذوك اول واحد كي لا انترديت هو عمي خو بابا ممنوع واليوم عمي هو بنفسه يقول لي يا مسعود والله يظهر كان عندكم حق الشباب تاع بكري عنده حق احنا اللي كنا غالطين قلت له سي ترو تار درك كل الناس يقولوها يقولوا عندكم حق وما عرفش لخاطر سي بابي في الدستور نضالك مسعود ما كانش متوقف على الاغنيه الشاويه على التلحين وكتابه كلمات الاغاني وانما مشى بيك حتى في البحث عن التاريخ هل ترى القمع اللي تعرضت له هو اللي خلاك تبحث في التاريخ لا كنت الوقت هذاك شو هي كيفاش بديت تدرس بسيكولوجيا اظن في الجامعه بديتها درت بسيكولوجي دلونفون من بعد درتها ايثنو بسيكولوجي من بعد ديتها ليترو ميزيكولوجي يعني واللي درت ميثولوجي عندي تصدي اخر دبلوم اللي عندي هو دكتوراه ميثولوجي ميثولوج انا التاريخ ما يعجبنيش بزاف التاريخ بنفسه نحب الميثولوجيا لا ميثولوجي هذيك اللي تعجبني الاساطير تاع بكري هذيك لانهم هذوك هما اللي يكونوا لا سوسيتي تاعنا المجتمع تاعنا يعني مش مبني على الاساطير اكثر ما هو مبني طبعا. على لا كاين حنا نهضروا على الاساطير تاعنا يقول لك هذه خرافات تاع القدم بصح كي تعرف اوروبا باللي اسم اوروبا بعد جاي من الاساطير التاريخ نتاعها كامل جاي من الاساطير مش جاي من الميثولوجي تاعها الميثولوجي غريك الميثولوجي غريك دونك كيفاش نقبلوا ان اوروبا لوكسيدون كامل يعيش على اسطوره وانا نتاعنا خرافه ايبا نو قلت لهم هذه جو لاكسبت با انايا ما نقبلهاش قالوا لي انت ديما كونتر كل شيء قلت لهم ايبا شو في كونتر هذا يعني معروف عليك مسعود ديما كونتر كل شيء يعني يا ترى شخصية الشاوي مبنية هكذا انه ديما ضد ربي كاتب عليكم ديما تكونوا ضد ما خير نكونوا ضد خير ولا ديما نقولوا نعم بني ميمي ايه لا لو كان لي ميو شوفي شوف كي تدير حاجة الفا ايفولوي اذا كان فيها لي نو اذا كان فيها كل شيء وي والله تستقني والله ما تفوت يعني دائما تحوس من الحسن الى الاحسن طبعا دي بيان فيغ لو ميو il faut toujours aller vers l'avant يقول لك لو ميو est l'ennemi du bien c'est normal معروف اذا لما مشيت تبحث في التاريخ وتبحث في الاساطير واش الدافع اللي خلاك صديق كنت نفتخر نفتخر بزاف بالليدونتيتي تاعي
هذا شيء جميل انه واحد يفتخر بها هويته. اول مره كانت وحده معنا جات لفرنسا لقيت التيفيناغ نتاع دارو في الاكاديمي بربها مع عمار نقادي جابته لنا جابت لنا التيفيناغ هاكي لقيت باللي انا عندي حروف لغتي تكتب خلاص من ثم قلت حنايا ما كانش الشعب كيما حنايا. قبل ما نواصلوا انت ذكرت عمار نقادي الله يرحمه وهو كان الشابي الوحيد اعتقد في الاكاديميه البربريه في باريس وكان عنصر ناشط رحمه الله. كانت عندك علاقه بعمار نقادي؟ كانت كيفاش كنت تشوف نشاط عمار النقادي انت؟ احنا الوقت هذاك ما عندناش هذه تاع احنا عندنا اللي يخدم في اللي ينشط في ليدونتيتي تاعنا خلاص هذاك هو نمشيو معاه. انت كنت جيت لفرنسا لما انا جيت في 81 في 81 كنت منفي او كنت يعني منفتحك ارادي انت حبيت يعني قماديس لا لا ماشي ارادي ما عندي كان ما عنديش باسبور نحولي فماشي نحولي ما جدوهوليش ما بغاوش يجدوه ما بغاوش يجدوك الباسبور هنا هنايا في لومباساد وكنت هذيك الوقت هذاك درت لاتاز نتاعي اسمها سي سيكال دو لارابيزاسيون سور لا كوميونيتي بربر. ايوا دونك حنا تعاقبت. ايه قالوا لي بدل ما بوكس ما كانش نحالي كل شيء. ما عرفش فو سيتي لي نون لا فو با سيتي. لا فو سيتي احنا احنا شوف احنا ما عندناش تاع لا واحد لازم داوني جاني عمي قال لي رواح سي الوعي باغي يشوفك محمود الوعي نتاع من عندكم محمود من منعه تاعنا. طيب قبل ما نواصلوا حكايتك مع محمود الوعي ناخذوا فاصل ونرجعوا للحديث الشيق هذا مع مسعود النجاحي. اهلا وسهلا بكم من جديد. عوده الى حديثنا الشيق مع احد ايقونات الثقافه الجزائريه مسعود النجاحي الذي يعني بصم الثقافه الجزائريه في مختلف الميادين في الفن التشكيلي في الموسيقى في المسرح وكذلك في البحث العلمي الأكاديمي لأنه هو دكتور في الأنثروبولوجيا مسعود و على كل يعني هو عنده أول شهادة جامعية تاعو كان في علم النفس يعني متخصص متعدد التخصصات مسعود النجاحي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى مسعود أزول فلاك. كنت حكيت لنا كنا في الفصل الأول تكلمنا على لقائك بمسعود محمود الواعي لأنك كنت عملت أطروحة دكتوراه ما كانش تعجب النظام يعني ما كانش يعجب النظام يعني عاقبوك نحاولك المنحة مبوس نحاولك الجواز وزاد جاء عمك وجايب لك معاه محمود الواعي قال لي تغير العنوان لا تغير البحث كامل البحث كامل يتغير البحث كامل يتغير قال لي نعطيك البورصة تروح لباري تقرا ديري واش بغيت قلت له نو قلت له انت على بالك باللي اسكو جدي باللي صحيح قال لي انا على بالي وانت على بالك بصح الشاب ما على بالوش علاش تفيق قلت له مالا خلاص انا تخلص بيناتنا الهضره قال لي كيفاش دير باش تروح قلت له نروح بصواردي نروح لفرنسا الوقت هذاك ما كانش الفيزا قلت له نروح قال لي ما تروحش قلت له نروح قال لي ما تروحش قلت لك واش دير مع العسكر قلت له عندي السيغسي باسكو انا عندي لاكارت تاع السيغسي تاعي كنت اتيديون عندي السيغسي قال لي ايبا من اليوم ما كانش السيغسي ما فاتوش يومين جاوني جدارميه ثم داوك فلاغون تاع والله داوني وظلت فيها عامين عقبت عامين في العامين هذوك يعني كان في لا تيميريتي لانتريبيديتي مام تمهبيل مشيت تشارك في المظاهرات تاع الربيع الامازيغي
وحكموا لي ثاني مرة على جال صور، كانوا واحد صور بتاع التيفينا داروهم في الحجر في اللي همسونين في مشونش، داروهم ثم صورتهم وكل وعطتهم للدهية باش تديفلوبي لي التصاور هنايا، وبعثتهم لي هي الكازرنة وحكموهم. كنت يعني تعتبر إليمون سوبفيرسيف، مشوش، عنصر مشوش. قالوا لي هيه، قال لك عنده علاقة مع الأوبوزيسيون، وما فيش أنا مرة في حتى واحد. وأنا خاطي هنا السياسة. الأيادي الخارجية ما كانش تحرك. ما كانش، أنا ما عندي وش يعني. المشكل أنه عندك أيادي داخلية خارجة من العروق. هذيك ما يتحرك فيك، العروق يتحرك. سي نورمال. سي نورمال. هذه تعترف بها. باش نعترف بها أنا لا. ماشي هذه خارجية، هذه خارجة من العروق. هذه خارجة من العروق وما زالت بما هي. ما زالت هي تمشيني. طيب نرجعوا للمنفى تاعك. سمعت؟ دونك نحاول ما حبوش نجوزوا لك الجواز. ما نحاول أوفيسيالمون ما داروا لي والو. وقعدت تنشط هنا في فرنسا. فرنسا. في المجال الثقافي، مجال المطالبة بالاعتراف بالثقافة واللغة الأمازيغية، وكانوا جمعيات كثيرة تاع الشاوية هنا في باريس. كاينين، كاين صدر شاويين، كانوا كاينين راس شاويين، كانوا راس شاويين كاينين. ما كانش ماشي كيما قبل، حنا ما عندناش بزاف، مي كاين. وهنا في فرنسا بدات تظهر بعض دي تالون كما يقول لك، مغنيين خاصة في نسا، غير نسا، غير نسا اللي عندنا بزاف صح؟ يعني هذه ما يمشوا على خطر كاهنة. جسبر وي. لما نذكروا انه من الاسماء البارزة اللي برزت في المجال الفني دي هي ماركوندا وحورية عايشي. حورية هي بدات بالشوية نشفع عليها هذيك حورية. يعني هذوما حورية تغني بالبندير والقصبة وتغني هذا النغمة نغمة شاوية، تغني كل شيء، تغني بالشاوية، تغني هي الغناء تاعها شاوي بالقصبة والبندير، ولكن فيها خدمة موديرنيز طبعا، صدير ما يشتهزها كما راهي وتتعاود نو عندها. يعني هذا كيفاش تفسر الظاهرة هذه تاع انه اللي برزوا في الأغنية الشاوية خارج الجزائر يعني دخلوا العالم وانهم كلهم مثقفات جامعيات، كيفاش تفسر هذا؟ طوميو هذيك هي احسن شيء انه الجامعيين هم اللي يهزوا الفلون الثقافه، اي باسكو الانسان اللي ما حتى اليوم يعني عندنا مثلا جروب يوال فيه فيصل عاشور ومع نسرين سي دي زونيفرسيتير ماشي يعني. هي صح بكري حتى في الجزائر كانت الجامعة تخرج منها عدة أفواج موسيقية فنية، يعني الجامعة كانت تلعب دور كبير، ولكن أنا اللي نحب نفهمه وأكيد يعني الجمهور حد يفهم هذه، هذه الظاهرة النسائية عند الشاوية ما برز فنان شاوي، الفنان الشاوي اللي برز ذاك الوقت هو جمال صبري. أغنية بشطولة ولحقوهم بعد عدة جمال صبري ظهر ولكن في الجزائر هي بصح ظهر، لأنه لو كان جاي يغني كما الناس كل ما يظهرش، عنده ستيل سبيسيال تاعو، عنده سيغسان جمال صبري تشوفه سيغسان أحسن خير ما تسمع سيغسان. كي تشوفوا سيغ سان سي تون بيت سي لي رولينغ ستونز، ثاني هو يشبه للميك جاكر يعني حتى في الزي يشبه للميك جاكر، سي فريمون سي اون بيت دو سان. ولكن يبقى انه جمال صبري هو يعتبر من اول من عصرنا الاغنيه الشاويه، دخل باتري ودخل باس ودخل كان معاه اسماعيل فراح وكانوا معاه يعني الشباب هما كل سي لا مان فامي منهم البواقي جماعه من عين بيضا والبواقي في الجهه هذيك كلهم. ولكن خارج الجزائر نسا هما اللي ظهروا، ماركوندا دي هي حتى في الجزائر كانت رانيدا كانت سفسوث ماسيليا، ماسيليا ظهرت في التسعينيات مع مطلع التسعينيات، ماسيليا خدمت معها خدمت معها ثاني ما اسمها سفسوث ايوه
هل كنت انت من الناس يعتبروا انه الاغنيه الشعبيه مثل ما حصل للاغنيه القبائليه انها هي اللي رايحه تفتح الطريق امام الاعتراف بالثقافه الامازيغيه؟ كنت متاكد انا متاكد انه ولا شيء ما يصرى لو كان الاوراث ما ينوضش لما فيها. انا تقرا التاريخ كامل من لابريستوار ما قبل التاريخ لليوم كل شيء جاي من ثم من الوراثة. ما قدرش نغنوك فيها هذه لانك مؤرخ سمعت وتعرف خير من التاريخ، ولكن وعلاش ننتظروا؟ وهذا الشيء اللي حصل يعني سواء في منطقة القبائل او في منطقة الشعوية، الاعتراف بالهوية الامازيغية جاء عن طريق الاغنية وكرة القدم في بلاد قبائل. جي لما طلعت جياسكا عادوا القبائل يفتخروا ان عندهم فريق تاع كرة قدم يربح ويفوز، وظهر بدا يدير اللي هو ثاني اول من عصرنا الاغنية القبائلية، وظهر من بعد ايت من قلاد ظهروا فرحات ظهروا يعني، ولا القبائلي يشعر بافتخار انه عنده مثلا يدير اليوم شوفوا في التلفزيون معروف كذا منا جياسكا تلعب دي شامبيونات دي كوب دالجيري. نفس الشيء بالنسبه للشاويه، الاغنيه فتحت البيبان ومن بعد لحقت ثاني فريق كره قدم تاع البواقي اللي كان اسمه الاتحاد الرياضي بلدي تنبواق ولا اسمه اتحاد الشاويه، الاتحاد الرياضي الشاويه يعني، حتى هو ربح ودا البطوله الوطنيه في كره القدم ودا كاس الكؤوس ولعب كاس افريقيا يعني. هذه ثاني خلى الفرد الشعبي يفتخر بهذا العام، وهذا هو اللي خلاه يزيد يطالب بال كيفاش تفسر انه الموسيقى كره القدم هما اللي يفتحوا الباب بالاعتراف بالهوية، ماشي السياسة ماشي احزاب سياسية. بس كان الاشياء اللي الشباب كل يتبعها، حتى اللي مش شباب يتبع الاغنية ويتبع الرياضة كرة القدم. شوف دير حفلة ثم تلقاها ديما كومبلي، دير محاضرة تاع ما احد ما يروح لها. ايه صح. انت كنت حاضر كثير في الجزائر وحتى هنا في فرنسا. كنت تقريبا كل 15 يوم كنت ندير محاضرة. الناس اللي يجيو بين 30 و 50 واحد هذا مكان. يعني نخبة معينة. اللي يجيو يعني يجيو فريمون نخبة. إينيليتيست. بينما كرة القدم الأغنية. القدم لا للناس كل. لما تنظم مثلا سهرة فنية ما يجوكش 50. لا. القاعات تملأ. مليانة. يعني هذا اللي يخلي إنه الناس تفكر بأنه أحسن سلاح للاعتراف بالهوية الأمازيغية هي الرياضة والموسيقى. وبالتالي جات بطرق سلمية، الاعتراف بالهوية الأمازيغية جات بطرق سلمية. صح وزمو. أي لا بالرغم أنه شوفوا أنه النظام كان قمع واستعمل السلاح وقتل يعني في الربيع الامازيغي تاع افريل 2001 ماتوا 150 شاب، في 1980 نفس الشيء ماتوا شباب وتسجنوا اخرين، ولكن بقى ديما بقات المطالبه يقتلهم غير في الربيع برك، يقتلهم غير في الربيع. والربيع يعني تسفسوس تنبت فيه الورود وتصير الشمس يعني شربوهم بالدم يزيدوا يخرجوا اكثر. دم الشباب هذا اللي ضحى من اجل نتاع 2004 نتاع فنان حتى فنان نتاع 2004 شوف حتى المآسي توجد لها تشوف لها صوره اخرى يعني الدم يروي الارض والارض تخرج لنا زهور تخرج لنا 2004 لو كان ما ماتش هذاك شعيب لو ما قتلوش كان تكوت ما تطلعش. اي بدات بالموت تكوت واستجنوا شباب. ايه ولكن يعني كيفاش تفسر انه مثلا احداث تكوت ما عرفتش ما يعني ما تفاعلوش معها كثير ناس كما تفاعلوا مع احداث تيزي وزو
في 2011 ولا في 80 لا لا لا, لا حتى في تاع تيزي وزو ما فما فيهاش تاع الكبير لانه كانت جديده ديجا تاع 80 مصحوش فيها فيها القبائل وفيها شويه شويه ما ما كان سي كان معنا واحد مزابي وزوج تورك مش فعلا كان معنا صح مي ما ما, ما كانش ذيك ما كانش اللي ميديا اي بس الاعلام ما كانش الاعلام ما كانش طور كان اعلام حكومي ذو توجه واحد انا نشفى في 2001 سجنوا بزاف في جماعه من تكوت من باتا من اريس كلش كانوا مع ساندوا في القبائل حكموهم جاهم امر قال لهم طلقوهم الكل لازم ما تكونش العلاقه بين هذو وتاع القبائل الوغ كو هما حكموهم بالاساس لانهم داروا على جل واش صرا في بجاي وتيزي وزو مي الفوليبا تكون لاغولاسيون بيناتهم انت كباحث في التاريخ كيفاش تفسر ظاهره اضمحلال اللغه الشاويه في منطقه الاوراس تمشي وتموت اللغه يعني بالرغم انه في السنوات الاخيره ظهرت فرق موسيقيه فرق مسرحيه كذلك مثلا في جامعه مبواقي عملوا فرقه مسرحيه بالشاويه احنا درنا مام كوميدي ميوزيكال كاريمون ولكن رغم هذا اللغه راهي تمشي تضمحل حتى لما حبوا يجوا يدرسوها في المدارس وجدوا صعوبه في منطقه الاوراس اكثر مما وجدوها في منطقه القبائل منطقه القبائل بالعكس يعني كان سهل دروك المشكل هذا دروك كيما يقول كان كادو امبازوني يعطونا صح في الدستور كتبوها اوفيسيال تو سامي لي مويان ما يعطوكش والمشكل دروك كيفاش واش من راح نقراو واش من لغه راح نقراوها لانهم هما قال لك تمازيغت واش هي التمازيغت ايوا اسك هي القبائليه ولا هي الشاويه ولا المزابيه او الترقيه او الريفيه او الشرحيه في المغرب هي تاتي عندك الغدامسيه عندك كان تاع سيوا تاع سيوان كان عندهم نفس الشيء اي واش راح نهزوا هي المشكلة هو من ثم دروك انا في الاوراس جيت تقريني بالشاويه تقول لي قبيليه هي لا لونغ اوفيسيال هي القبيليه لانه حتى في مناطق في الاوراس نعطيك مثلا في خنشله يجي مدير المدرسه وكانوا باش يكره الاطفال في اللغه في الامازيغيه يقول لهم شكون يحب يقرا القبيليه مكتوبه بالروميه هكذاك شايف ولا اول مره قال لك هيا احنا نقراها مكتوبه بالعربيه ها شو المشاكل يعني كان فرض يعني يلزمك تقرا الشاويه بالعربيه في لي زوراس بالعربيه وفي القبائل باللاتينيه وتيفينا وين داروه تيفينا خرجوا واحد الدعايات قال لك انه ماشي نتاعنا قال لك هذو تاع الفينيقيين وما نعرفش وانت واش رايك بصفتك باحث في التاريخ لا في الانثروبولوجيا تيفينا المشكل ما احنا اللي يبحثوا ما يبحثوش في المكان اللازم تيفينا جاتو تيفينا تفينا تشبه الفينيقيه اي خلاص الوغ كو هي في الاصل تيفي كلمه تيفينا جات من عند ماسينيسا هو اللي عطى له الاسم هذا وكانت في وقته هو كانت اوبليغاتوار لازم تيفينا كانت هي الكتابة تاعنا تيفينا رسمية وتيفينا لو كان جاو عندنا حنايا الشاوية كانوا يقول لك واش معناتها تيفينا اي واحد من الشاوية يعرف واش معناتها تيفينا فيفينا تادير احسن من الاله اش هي سيف اينار اينار عندنا هو الاله هو ديو سيف اينار اسم خير من ربي هذا كفر ولا ماشي كفر هي معناتها تو سامبلومون لا سيفينا يعني الآلهة بكري كانت امرأة الإلهة نتاعنا كانت تاليت دياس كان دي دياس الوقت هذا كانوا غير لي دياس ولا الإله كرجل فكمذكر بدا في وقت جلجامش بدا في جلجامش في الميزوبوتامي عند اليونان زوس حنا عندنا خلقنا أمون من بعد ولينا ليدياس هذوك رجعناهم بناتهم هذه بنت بوسيدون هذه بنت اتينا اتين هنان كانت بنت بوسيدون يسبل ليبيا اسمها واش كي تشوف تيفينا سيف اينار
لازم لو كان جينا يوم نديرو حصه على التيفينا تشوف تشوف الكتابه بعد كيفاش سيت اون اكريتور ساكري مقدسه وكل حرف عنده معنى النقطه هذيك واش معناتها علاش انا صرت ضد الاركام نهار كي نحاو النقطه هذيك داروا فيها دويره صغيره هكذا واش الفرق؟ الفرق انه النقطه ما عندهاش ما عندهاش مزيغ ما تقاسش ما تقاسش كما يقولوا بالعربيه نشفع عليها قرانا واحد دارنا ديكور بالعربيه تاع الماط قلنا النقطه عباره عن حبه رمل صغيره ليس لها طول ولا عرض اذا النقطه اللي ما عندهاش عرض سي لا كونسونس البروميير بعد هي الاولى اللي تخلق النقطه هي اللي راح تعطيك الباقي لا لو بوين من هالانطلاقه هي تحكم مام بدايه بدايه الاحرف الابجديه تاع العربيه الالفابي تاع الامازيغيه حتى العرب لا لا الف 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 معناتها الفا الف اول شيء الفا هنا عندنا النقطه وحنا كنا نسموها النقطه هذيك نسموها ساغريف لا بويسونس ساغريف تو فوا ديجا سيمبوليكمون سي لا بويسونس دونك باش تخلق الباقي لازم تلوم ان تروك بويسون لا بويسونس هذيك الفا سيتوندر باسكو الخط هو بنفسه واش هو عباره عن نقط نقط وحده حدا وحده دونك الفا غيوني لو غيونمون تاع هذاك لو غيونمون واش يدمي يعطيك ان سيركل هي الحرف الاس عندنا حنا كي ريبريزونت الشمس لو سولاي لا لوميير حتى في المسيحيين يقول لك كل لوميير سوا لا لوميير في حنا عندنا في اقرا هذيك عندنا ومن بعد في القران حتى في القران توتي بازي سور لا لوميير ديفين دونك لا لوميير تجي من السونتر هذاك السونتر هذاك تحكم نيمبورت كوا في السونتر سي لو بوان وعلاش من الحروف الامازيغيه الكل دائما نتكلم لانه مش ممكن نحكي مع مسعود نجاحي ونتكلم غير على الاغنيه وعلى الاغنيه قلنا الدور اللي لعبته في الاعتراف بالهويه ولكن لما يكون عندنا مؤرخ معانا وباحث اكاديمي دكتور في الانثروبولوجيا مثل مسعود النجاحي نستفادوا منه خاصه في كل ما يتعلق بالتاريخ وهنا في سؤال اكيد سؤال يتبادل الى ذهن كل واحد منا انه من الاحرف الامازيغيه وشرحت لنا يعني معنى هذيك النقطه اللي جات في الابجديه تاع اللغه الامازيغيه وعلاش غير حرف الزاد زاد دبر هو اللي يرمز للشخصيه الامازيغيه سواء في الجزائر سواء في تونس في ليبيا في المغرب سمعت وسيب ناس يعلقوه حتى في ارقابهم وعملوه سين ايه طبعا احنا ثاني مشينا فيها في الاولى ولكن هي غلطه يعني الزاد هذا واش معناه الازا الازا سبجان جيون ان جيون عملاق الازا هذا هو الحرف اللي فيه الاتصال كيفاش يقولوا بالعربي نعرف entre le profane et le sacré. Et le sacré. عندك هذه يديه في السماء والارض رجليه في الارض. في الارض. Donc il reçoit et il donne à la terre. هما قالوها واحد الوقت قال لك هذا سا فدير سي لوم ليبر، ما هي ما كانش منها، هي سي لو سامبول دو تانيت. سي اون فام كي اكوش. هذا ما كان، سي لو زاد او هكذا. اون فام كي تون تران داكوشي. بالحبال اذا ما راحت دروك بكري كانت يا اخي بالحبل تولد في القصعه هذه دروك كانت بكري هكذاك لو زاد هذاك لانه لو كان نقولوا الزاد هذا نتاعنا هاو لي شينوا ثاني عندهم عندهم نفس الحرف نفس الحرف لو زاد هكذا سوا بالاحمر سوا بالكحل حاطينو كان سونت كوميرسال شفت الزاد نسمى فيه قد سخط في كيف يسموها البلاد تاعها ماشي بيكان الاخرى لا غروند فيل تاع لا الصين راحت لي انا ما نعرفش الصين ما شفتهاش انا كانت عندي بنتي ثما دونك دونك قلت لك الزاد كاين كاين حتى عند في البدايه قلت لي انه لو زاد هذاك بربر يرمز للعملاق جيون يعني ما نقدرش نقولوا انه اختيار هذا الحرف كرمز للهوية الأمازيغية
لانه يعبر على انه الامازيغي عملاق. هي لا وي بوكا با الناس ماهيش عارفه يحط الزاد، ولكن كان بزاف نسمع لها. هو شوف الحروف تاع تقرا زاد يتقرا يز كما يب يس يز، كي يقراوا الحروف تاعنا زاد يقولوا يز، بصح كي تقول له هذا الحرف وش هو ما يقولكش يز، يقول لك هذا الازا، ازا معناتها عملاق. ايوه دايرها همزه ثاني جايه من ثم من في نفس الغاديكال. دونك العملاق هذا لوغ هذا شيء سيت ان نتر بريستوريك. مسعود سبق لك وانك يعني عملت محاضرات وتحضرت كثير في، ولكن الشيء اللي خلينا نستغرب فيه وكثير من الناس اكيد اليوم اكتشفوك من الجزائريين مغاربة توانسة هنا في اوروبا، كيفاش تفسر هذا التعتيم الاعلامي اللي كنت تعاني منه وما زلت تعاني منه؟ شوف مع الكتب الاولين اللي كتبتهم في 2004 كان عندي لابيك هذاك داروه مام في لا فرانكوفوني، اختاروه كتاب تاع لا فرانكوفوني. كان ليديتور قال لي عندهم كان في الجزائر في العاصمه كان معرض الكتاب ولا معرض. ايه معرض الكتاب سنوي أيوة. كل عام يعملوا معرض الكتاب. دونك قالوا لي اسك تروح؟ قلت لهم اذا عندي اوتوريزاسيون نروح. با بروبليم، ما عندي كان ما عنديش باسبور انا هذيك الوقت. حتى الوقتاش ما عندكش باسبور؟ حتى 2007. انا 2007 دي هي داتو 2012 ولا شيء 2013 راحت للجزائر. دونك قلت لك قالوا لي قلت لهم اوكي. بعد هكذا جافي اون امي بنت الوالد شعباني قالت لي سي بيزاج افون جو فوي تون نو في لا بروغراماسيون لا يا بلي تون نو. واش من سنه هذه؟ صدوا على تخون 2004 2005 مش فيتش على 2004 2005. قلت لها يا با دو بروبليم. واش سقسيت ليديتور قال لك لا انولي. قلت له يا با دو بروبليم. واش السبب؟ ما على باليش بهم. في داروا معرض ثاني في مارسي قالوا لي قال لك حنا بغينا كتاب كتب الشاويه اللي كتبوا كل شيء. جاني واحد شفت جورناليست قال لي اسك توي بخي؟ قلت لهم اوكي. قال لك بعث لنا الكتب ونقرا. قلت لهم علاش؟ قالوا لك بوغ فيريفي واش فيهم. قلت واش معناتها هذه؟ قال لك بغينا نشوف واش فيهم الكتب هذا. قلت لهم ما نجيش. علاش لا تشوفوا راح تسونسيريه؟ ما فهمش انا مش الفهمه تاعهم. وكاين هنايا نتاع تاع الكتاب تاع دو ماغريب. يعني المغرب كل سنه في بلديه باريس. ايه نعرف بيان المراه اللي دير هذيك نعرفها بيان. قالت لي تجي. قلت لها ما نجيش. قلت لها قالت لي علاش؟ قلت لها حنا راك تبدلوا الاسم. قلت له انا شو با ماغريبا انا شو افريكان. توقفوا عند هذا الحد مسعود يعني، واكيد اكيد راح نعاودوا نرجعوا وراح تشرفنا بحضورك يعني خرجاتك وحدهم يعني خرجاتك وحدهم مسعود نجاحي. شوي با ماغريبان شوي افريكان وصح نو سوم توز دي افريكان. مليح صحيح. ونشوفوا عندنا يعني مجال اوسع لما نكون طبعا زافريكان. انا بلادي تبدا نكون اكبر. انا بلادي ماشي غير في الجزائر، تبدا من سوا لا من البحر الاحمر. البحر الاحمر مادام في اللغه نتاعي عندنا الاسم نتاعو. اسم نتاعي واش الاسم نتاعو؟ نقرا سي زكوارين. ايوا سي زكوارين جوسكا لوسيون اتلانتيك ايثلس ايثلس. دونك سي تا موا سي هملالي يغزر الى الملال غرسان ظروف. دونك سردي ميديتان ها ايوا سوب ساعه. طيب هذا موضوع نتكلم فيه اكيد عن قريب مع مسعود النجاحي. الى هنا استودعكم الله. اكيد انكم استمتعتم بهذا الحديث الشيق مع مسعود النجاحي. الى فرصه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.